بروح شابة وطاقات عمرية متوقدة، تنطلق فعاليات النسخة الرابعة من منتدى الشباب الرابع بمدينة شرم الشيخ في الفترة ما بين 10 حتى 13 من يناير الجاري. تتفاعل مع تحديات العالم وتحتضن رؤى مبتكرة تجيد لغة المستقبل وتقدم حلولا خلاقة وتفتح يدها للتعاون مع أصوات وثقافات متنوعة تحت مظلة محاور ثلاث، وهي السلام والتنمية والإبداع. لا تزال جائحة كورونا تحد أعظم يواجه العالم بقطاعاته وأنشطته المختلفة، ومن هنا يتعاطى المنتدى مع زوايا تأثيراتها العديدة ويقدم حلولاً، فيعقد جلسات وورش عمل حول موضوعات تتصل بها، ومن أمثلتها تعليم ما بعد الجائحة ومستقبل التحول الرقمي بعد الجائحة والجائحة وتنامي دور التكنولوجيا المالية وكورونا والأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030 وصناعة الفن والمحتوى الإبداعي والثقافي في مواجهة الجائحة. موضوعات المنتدى أيضاً لا تغفل التحدي الاقتصادي، فتناقش أروقته وجلساته تجارباً تنموية في مواجهة الفقر، حياة كريمة، التجربة المصرية في تنمية الإنسان، وجائحة كورونا وتنامي دور التكنولوجيا المالية في الأسواق الناشئة. كما تعد الطاقة النظيفة والحفاظ على المناخ هدفاً واضحاً للمنتدى، فتعقد جلسات عن دور الشباب في مواجهة التحديات البيئية والمناخية. مسارات الطاقة نحو مستقبل أكثر أماناً، الطريق من جلاسكو لشرم الشيخ لمواجهة التغيرات المناخية. ويأتي انعقاد المؤتمر بعد 3 نسخ ناجحة خلال الأعوام 2017 و2018 و2019، كان فيها ملتقى لحوار بين شباب العالم ومناسبة لإرسال رسالة سلام وبناء للعالم كله. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة النسخ 3 السابقة من منتدى شباب العالم في مصر كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.